احنا مكملين المشوار اللي بدأناه من 35 سنة. احنا مش بنبص تحت رجلينا، احنا بنبص لبعيد قوي. انا ببقى منتظر يوم تاني، وهو يوم النجاح. يوم نجاحنا هو في سنوات 25 و26 اللي احنا ما بنكونش بنحتفل ببيع مشاريع، ولكن بتسليم مشاريع. احنا بدأنا الحفر والمشروع بدأ يعني يجري في خطوات التنفيذ. احنا بنحرص تماما اللي احنا كواي كابيتال ديفلوبمنت نبقى المين فوكس بتاع حضراتكم. المانجمنت سكول بتاعتنا بتقول ان هي لازم تكون حريصه ان المعامله كلها تكون وين وين سيتويشن عشان نضمن جوده التعامل مع حضراتكم بشكل كبير جدا. احنا خلاص قربنا نبقى سولد اوت.